أهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات ولقاءات خاصة. أعزائي المشاهدين الكرام، الانتخابات على أبواب. ضيفي لهذه الحلقة هو سعادة النائب السابق مدلة الطراونة، أمين عام حزب الوسط الإسلامي. الله يعطيك العافية، وجهودك جبارة مشكورة يا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أهلا بالإخوة الكرام فريق جوسات على هذا اللقاء مع في مقر حزب الوسط الإسلامي، وهذه زيارة مقدرة وكريمة. شكرا لك، شكرا لك سيدي. سيدي، بداية من نتحدث عن موضوع حزب الوسط الإسلامي. شو هو الحزب الوسط الإسلامي؟ لأنه اختلط الحابل بالنابل، يعني الناس صارت لما تسمع إسلامي أو جماعة الإخوان المسلمين أو إلى آخره، بدنا نعرف شو حزب الوسط الإسلامي وماذا يختلف عن أحزاب أخرى. بداية، أولا شكرا لكم. حزب الوسط الإسلامي حزب وطني أردني، مرجعيته إسلامية. تأسس هذا الحزب كما هو معلوم بال2001. هذا الحزب له يعني 12 فرعا في مختلف محافظات المملكة وألويتها، ونحن إن شاء الله تعالى بصدد فتح فروع جديدة في مختلف محافظات المملكة. ما شاء الله عليك. حزب الوسط الإسلامي الأردني مرجعيته إسلامية، لكنه يؤمن بثوابت الدولة الأردنية، يؤمن بقيادة هذا البلد، القيادة الهاشمية، ويؤمن بأنه يعني يعمل تحت مظلة الدستور والقانون، ويؤمن بثوابت الدولة الأردنية. يعني وطني. نحن يعني حزب وطني أردني بامتياز، لكننا يعني لا نتميز عن غيرنا بشيء، ولا نعتبر أنفسنا أننا نحتكر هذا الاسم، وإنما نحن جزء من نسيج المجتمع الأردني، والإضافة لنا مرجعية إسلامية. ومن يعني شعارات حزبنا هذا اللي هو أننا الإسلام مرجعيتنا والأردن وطننا والإصلاح سبيلنا، بالإضافة إلى أننا نسعى من أجل الأردن الأصالة والوسطية والحرية والنماء. رسالتنا بناء دولة مدنية حديثة معتزة بأصالتها ومرجعيتها الإسلامية. ما شاء الله عليكم. يعني هذا تقريبا هو نؤمن بالوسطية والاعتدال، ونحن بعيدا عن التطرف، بعيدا عن بعيدا نحن، وخاصة أننا نعيش في يعني محيط مضطرب في هذه الأيام من حولنا من الشمال والشرق والغرب، وبالتالي يجب المحافظة على قيم الدولة الأردنية، وأن يبقى هذا الحمى العربي الأصيل الأردني في منأى عن هذه التجاذبات جميعا، وأنه يبقى يعني آمنا مطمئنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نؤمن كذلك بقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أي والله عز وجل في علاه قدم الأمن على 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 غيره. في ضرب الله مثلا آمنة مطمئنة، قدم الأمن على الاطمئنان، وبالتالي هذا نحن نقدم أن هذا البلد إن شاء الله يبقى آمنا مطمئنا سخاء رخاء كما يدعو يعني كثير من خطباء المساجد فيها. بالتالي تقديم الأمن أنه يعيش الإنسان آمنا على حريته، آمنا على أهله، آمنا على منجزات هذا الوطن. وفي الحقيقة نحن نحافظ يعني ونعتبر أن مؤسسات الدولة جميعا هي مكون لهذه الدولة الأردنية، وبالتالي الدولة هي القيادة
والحكومة والشعب. وبالتالي هذا المكون الرئيسي للدولة الأردنية، نحن نسعى بأن يكون كله كاملا مكتملا في محاربة حقيقة يعني قوى التطرف والظلام التي تحاول أن تخطف يعني هذا الإسلام العظيم المعروف عنه بسماحته وأصالته. وفي هذا المناسبة حقيقة أحببت أن أقدر ما يقوم به يعني جلالة الملك في المحافل الدولية وأخيرها توضيح رسالة الإسلام العظيم باعتداله ووسطيته، وأن الإسلام براء مما يعني يعمل به خوارج العصر والذين لا يؤمنون فقط إلا بالذبح والقتل والتشريد. فهذا هو المنهج المذبح القتل والتشريد والإرهاب وترويع الناس في 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 أوطانهم وأماكن سكناهم وفي وظائفهم. ولا يخفى الحال على ما يوجد في سوريا وفي غيرها في العراق وفي الغرب كذلك، اللي كان هو الواحة الأمن والاطمئنان تم تصدير إليه هذه الشرذمة التي لا تعبر. سيدي أنا هون بتقاطعك عن موضوع ما بحق لي أن أكفر ناس، لكن الذبح والقتل غير جائز بالإسلام. إحنا بنعرف أنه غير جائز بالإسلام. طيب حزب الوسط الإسلامي موقفه من الميليشيات المنتشرة في سوريا، في العراق، في ليبيا، في مصر إلى آخره، هل هذول بكل صراحة بدنا نحكي بعامية شوي يدافع عن الإسلام؟ أولا يعني لا تستطيع أن تكفر مسلما من أهل القبلة. بالضبط. لكن يعني من يقتل ويشرد ويذبح ويقتل الأطفال ومن قتل الطفل إن صحت هذه الرواية وصح هذه هذا الفيديو، هذا بعيد عن منهج الإنسان أو الروح الإنسانية أو الإنسانية برمتها. فكيف أن هذا الدين جاء بالإنسانية السمحة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يأمر بالإحسان إلى من يعني لما في فتح مكة من فجع هذه بأولادها طائر الفري أو طائر الصغير، من فجعها بأولادها. وبالتالي من يقوم بهذا القتل والتشريد وترويع الناس و تهديم مؤسساتهم في كل مكان، أعتقد أنه بعيد عن الإنسانية، بعيد عن روح الإسلام العظيم، بعيد عن 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 عن, عن, عن وبينه وبين نفسه يعتبر في حالة انفصام بالشخصية. وبالتالي هو ليس له نهج ولا حياة ولا دين إلا القتل والتشريد، وبالتالي هذا بعيد كل البعد عن الإنسانية. طب سيدي سبل الخلاص من هذا الموضوع يعني بدنا طريق ممنهج موحد للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبح يقتل فيها المسلمين بمئات ومئات. ولا تستطيع في هذه الحالة أن يكون جهد فردي أو جهد دولة، لابد من تضافر جهود دولية ومؤسسات دولية وأصحاب الفكر والرأي. وبالتالي حتى الجمعيات الإسلامية في الغرب والمسلمون والعلماء وكل أصحاب الفكر والرأي وكل من لديه يعني فكرة مخلصة اجتثاث هذه الشرذمة القليلة التي تحاول أن تستولي على عقول وتفكير أبنائنا. وبالتالي لابد من تنمية مستدامة في المجتمعات، وبالتالي يعني القضاء على الفقر والبطالة يكون بالتنمية المستدامة، ب يعني إيجاد فرص التشغيل للشباب وتوعية الشباب بهذه القضية وفتح، وبالتالي يكون هنالك خطة شمولية دولية عالمية وخطة يعني على مستوى الدولة تحارب هذا الفكر ونهجه من خلال الجامعات، من خلال المدارس، من خلال أصحاب الرأي، من خلال قادة الرأي في هذا الموضوع، شبكات التواصل الاجتماعي اللي أن تكون يعني تصب في هذا الاتجاه اللي هو اتجاه محاربة هذا الفكر الدخيل، وخاصة يعني بث روح الإسلام العظيم الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هو تبشير الناس بهذا أو يعني وعيهم. ولذلك نستند إلى قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة المهداة ضد القتل والتشريد. وبالتالي من يروع الغرب
ولم يروع يعني أي 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 إنسان على وجه البسيطة. يريد المشكلة في الحقيقة ما العداء الذي بيننا وبين اليهود؟ العداء الذي بيننا وبين أنهم أعداء الإنسانية وأعداء الله، وأنهم يعني اغتصبوا أرضنا واحتلوا وتارك ومقدسات، هذا هو العداء الأصيل فيما بيننا وبينهم. لذلك الأصل أن نركز على هذه القضية وهي محاربة هذا الفكر يعني الدخيل. نوجه البوصلة تجاه الأرض المحتلة فلسطين. بالضبط. نعم. يعني. نعم. طب سيدي يعني تبادل اللي يتهن الآن إنه هذا الموضوع بتطلب تضافر جهود دولية ومن خلال التوعية الدائمة للشباب. بدنا الآن ننتقل لموضوع آخر. إحنا مقبلين على انتخابات. يا ريت منك رسالة توعوية إنه النائب القادم بدنا إياه رقابي تشريعي، مش نائب خدمات. وكمان كيف نقدر نفعل قانون اللامركزية بحيث إنه يستوعبوا جميع الجمهور؟ حقيقة لقد كنا قبل يعني يومين أو ثلاثة في مقابلة لدولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وتجاذبنا في أطراف الحديث وتحدثنا عن موضوع اللامركزية وأن تكون الحكومة على مسافة متساوية من الجميع في هذه الانتخابات. لكن أن يعني أنا أهيب في المجتمع الأردني والشعب الواعي واللي يعني هو مزاجه معتدل في هذه القضية أن يركز على أن النائب القادم ليس نائبا للخدمات، وهو نائب رقابي تشريعي. بالضبط. ولدينا انتخابات محلية ستعقب إن شاء الله تعالى، اللي هي موضوع اللامركزية المجتمع المحلي، وبالتالي الناس ينتخبون من يمثلهم في 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 المحافظة حتى يقوم بتطوير الخدمة لهؤلاء الناس. وحقيقة في موضوع اللامركزية عندما أقر من مجلس النواب، وكان هذا مطلب رئيس وكان يعني محور في أكثر من فقرة لجلالة الملك في الأوراق النقاشية حول الحكم المحلي وتطوير هذا الأمر، وبالتالي الناس ينتخبون من يمثلهم في المحافظة أو اللواء كخدمي جانب خدمي. يعني ضيحت أنت النائب والتشريع أن يكون من صميم عمل مجلس النواب، وبالتالي الوظائف ليس من صميم النائب أن يبحث لأي نائب وإن يعده بالوظيفة. وبالتالي أنا بقدر وبثمن ما تقوم به مثلا ديوان الخدمة المدنية في إعلان الوظائف للفئة الثالثة أو الوظائف، أن يكون ضمن إعلان وأن يقدم الناس وأن يكون هذا التنافس تنافس حر وشريف في هذه القضية. ومن يأتي يقدم امتحان لهذه حتى في وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات، وألا يكون هذا الأمر على يعني على أساس الواسطة والمحسوبية. يعني إذا أردنا أن ننهض بالمجتمع يجب أن نفرغ النائب لعمله الأصيل اللي هو الرقابة والتشريع. الرقابي والتشريع، مراقبة عمل الحكومة وسن التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية. وأنا بدي أقول في هذه المناسبة أن الأردن والحمد لله متميز في موضوع القوانين الناظمة للحياة السياسية والناظمة لحياة المجتمع والناظمة لعلاقة الناس مع بعضهم البعض، وبالتالي تطوير هذه القوانين ورفضها ومراعاتها لمتطلبات العصر والعولمة، أعتقد أننا بحاجة إلى تأصيلها والبحث في هذا حتى يكون دور الناقم بدل من أن يتنقل من وزارة إلى وزارة ومؤسسة إلى مؤسسة أن يكون دوره رقابي يعني تشريعي. ما بطلب من الوزير تعيين فلان بعدين ما بقدر يناقشه بشيء. أنت يعني تطالب الوزير بعمل الخدمة ثم لا تستطيع أن تحاسبه أو أن يعني تطلب منه طلبات يعني على المثل يعني اللي بنعرفه طعم السم تسح عليه. احنا في الموضوع هذا كله نسعى في هذه القضية بإذن الله عز وجل إن يكون لنا دور. وبالتالي نحن في حزب الوسط الإسلامي ومن خلال
القوائم النسبية التي سنطرحها في مختلف محافظات المملكة وألويتها بإذن الله عز وجل، أننا عازمون ومصممون على خوض الانتخابات النيابية بإذن الله عز وجل، وبالتالي مشاركة الرجل والمرأة فيها على حد سواء، خاصة في موضوع الكوتا سيكون لنا بصمة في هذا الموضوع، ونسعى بإذن الله عز وجل في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى أن يكون لنا قوة، ونسعى إلى أن يكون لنا دور في مجلس النواب القادم إن شاء الله، من حيث الرئاسة والمكتب الدائم والحكومة البرلمانية التي تفضل الشعب الأردني يعول على المجلس القادم الذي تفضل بها في أكثر من مناسبة، أن الحكومة البرلمانية سنسعى بإذن الله من خلال قائمتنا. وأريد أن أنوه إلى نقطة في هذا الموضوع، أننا حتى لو لم نترشح في أي لواء سنسعى مع الخيرين في إنجاح المرشح الكفو هاي النقطة تسمح لي، المرشح الكفو والقريب من منهج حزبنا ووسطيته واعتدالي، نحن نبحث عن الشخص النظيف، لذلك أهيب بالناس في هذا الموضوع، المال الأسود والمال السياسي بهذا المصطلح، شيء القانون في كثير من مواده شنع على من يقوم أو عاقب من يقوم بهذا الأمر، صحيح. لكن الناس أن من يبيع صوته يبيع وطنه ويبيع يعني، فبالتالي بيع الأصوات، أن نهيب شبابنا وأبنائنا وبناتنا وجميع الشعب الأردني الواعي في هذه القضية أن يفرز من يمثله في هذه القضية. وبالتالي المطلوب من العشائر الأردنية، وهي مكون رئيس من مكونات الدولة، وهي يعني لها التقدير والاحترام ولها دورها، وهي كحزب سياسي في من ناحية الاجتماعية ومن ناحية السياسية، أن تفرز من يمثلها تمثيلا حقيقيا، لا من يريد أن يسعى لهذا المنصب فقط. رسالتك للناخب الأردني؟ رسالتي للناخب الأردني أولا أن يقرأ هذا القانون بتمعن، ثم أن يشارك في هذه، أنا دعوتي للمواطن الأردني أن يشارك في هذه الانتخابات، لأن المقاطعة فعل سلبي، وبالتالي المشاركة خدمة لهذا الوطن وخدمة لدولتنا، وحق من حقوقك اللي منحك إياها الدستور الأردني. هل من كلمة أخيرة سعادة؟ شكرا لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني في هذه الفترة أن يحفظ بلدنا آمنا مستقرا تحت قيادته، وبالتالي أن يعني يقبل المواطن الأردني على هذه الانتخابات إن شاء الله بثبات ورؤية، وأن يختار من يمثل، وأن يكون هناك تنافسا حرا شريفا بين أبناء الشعب الأردني الواحد. وشكرا لكم سيدي، أنا عاجز عن الشكر، يعطيك العافية، جهودك جبارة مشكورة.